اخر ميعاد لدخول الدار هنا الساعه 10 بالليل، الا لو عندك شغل في الكليه، وده غالبا بيكون في كليات الطب. بس انتوا اعلام؟ لا طبعا مش هينفع، انا بدرس اعلام وغاويه تمثيل، واكيد هشتغل يعني هتاخر وهسهر. لما تبقي تشتغلي تبقي تجيبي اوردر التصوير بتاعك، الدار هنا مش سايبه. على فكره انت معاكي حق في اللي بتقوليه، احنا مش زعلانين خالص، ده كده احسن، احنا مش هنتاخر ان شاء الله. ممكن بس تقولنا فين الاوض عشان احنا تعبانين قوي وعايزين ننام؟ لا مش ممكن، عشان انا لسه ما خلصتش كلامي. الملايات وكياس المخدات كل واحده فيكم هتغسلها كل 3 ايام. انا بحب النظافه، ومش مسموح ابدا ان واحده تحط بقعه روج او بقعه مكياج على كياس المخدات، لاني هدفعها ثمنه. كل واحده فيكم تبقى تمسح وشها قبل ما تنام. طب ممكن لو سمحتي تطلعينا بقى اوضتنا عشان احنا بجد تعبانين قوي وعايزين ننام. وصليهم اوضتهم يا مشاه. ايوه مين؟ يا اخي خضتني. مالك؟ سيبت منفصل يا اخي. هو انت شفت عفريت ولا ايه؟ مش عارف، سمعت صوتنا ونوت قطط كده، ببص مش لاقي ولا قطه في المكان، وبعديها في واحده عماله تندهلي، عماله تقول لي يا مروان يا مروان، وانا ببص مش لاقي اي حد خالص. واحده؟ واحده ايه؟ مؤاخذه، احنا من ساعه ما جينا ما شفناش اي تيه مربوطه. والله يا اخي زي ما بقول لك كده، ما هو انت طول ما انت فاتح صوره ورده هانم حالنا هيبقى ورا. يلا عشان بكرة عندنا يوم طويل. يلا. بقول لك يلا. تعالى حبيبي. وش بقى.
مالك يا حبيبتي؟ صوتك وشكلك مش عاجبني، فيكي ايه يا حبيبتي؟ ابدا يا تيتا والله، انا بس عشان مغيره مكان نومي اللي متعوده عليه بقالي سنين، فمش عارفه انام طول الليل والله، بس انا كويسه. ومين سمعك يا حبيبتي؟ ده انا طول الليل ما نمتش وقلقانه عليكي. ما تصدقيهاش يا طنط، دي طول الليل نايمه وقاعده بتشخر وعامله اصوات مزعجه جدا، ما عرفتش انام. يا سلام، والله يا تيتا ابدا دي كدابه، دي هي اللي عماله تشخر، انت عارفه ان انا كيوت. دي منظر واحده كيوت. يلا يا هانم بقى عشان عايزين نخلص ورقنا، هنتاخر على شؤون الطلبه. خلاص يا حبيبتي، اتكلي على الله وروحي وان شاء الله خير، ولما ترجعي بالسلامه ابقي طمنيني. ماشي يا تيتا، هبقى ارجع واكلمك. باي باي يا حبيبتي. هو انت فيكي حاجه؟ لا، ما انا عارفه اقول لك ايه، انا امبارح طول الليل سامعه واحده عماله تصوت وتعيط، انا من كتر خوفي ما بقتش عارفه اعمل ايه. بجد؟ طب ما صحتنيش ليه؟ ما يمكن كانت في واحده تعبانه وكانت محتاجه مساعده. لا، ده مش صوت واحده تعبانه ولا كانت عايزه حاجه، ده صوت واحده بتستغيث، واحده عايزه حد يلحقها. انت اصلك ما سمعتيش الصوت كان عامل ازاي؟ انا ما كنتش عارفه اقوم من مكاني من كتر الخوف. طب تعالي نشوف مين دي ونحاول نساعدها ونسال عليها. لا يا ستي، احنا مش عايزين مشاكل من اول يوم. هو انت ما شفتيش صاحبه الدار كانت بتتكلم معانا ازاي؟ دي عامله زي نظره المدرسه اللي كانت عندنا في المنصوره، فاكراها؟ الا فاكراها، عامله زي قبلة سناء بالظبط، كانت تبص الواحد بصه كده نبقى عايزين الارض تنشق وتبلعنا، ولا كان عليها نبره صوت يا خرابي يوقف القلب. اعوذ بالله. طب بقول لك ايه، والنبي يا شيخ طلعي لي اي حاجه البسها عشان نلحق نحضر المحاضرات، وانا اقوم اغسل وشي. ماشي. حاضر يا برنسيسة. على رمش عيونها شاغلني هوا، طرع لي مني قلبي سوا كده هون. على رمش عيونها شاغلني هوا، طرع لي مني قلبي سوا كده هون. وانا يال كنت طبيب الهوى. نجم يا ابني، نجم نجم نجم. حبيبي يا سعدة، الصوت الحلو ده. بقولك ايه، اعمل حسابك فرح واحد صاحبي الايام الجاية، هتيجي تغني مفهوم؟ عيوني يا عم سعيد. وانا يلي كنت طبيب الهوى. ايوه مدام. انت فين يا سيف؟ تعالى لي حالا. صريح الهوى. حاضر. ياه. مدام فريدة، ما بتقدرش تستغنى عني، عايزاني عن اذنكم. قال لي يا مروان، هو ازاي ابوك الجنايني والزرع ده كله ميت وناشف كده؟ والله يا ابني ابويا لسه ماسك الجنيه دي بقاله اسبوع واحد بس. استنى استنى شهر كده وان شاء الله هتلاقي الجنيه دي زي الفل. يلا يا اولاد الفطار جاهز. ايوه يابا جايين. انا اقول لي يابا، هي الجنينه دي مالها؟ الزرع فيها كله ميت زي ما تكون عايمه على جاز. والله انا تعبت، الارض دي غلبتني. تعرف في يوم تلاقيها مزهزهه وزي الفل، والتاني يوم تلاقي الارض كلها ميته زي ما يكون واحد دخل مشي فيها وحرقها. ازاي الكلام ده؟ انجز يا مروان عشان عندنا كاستنج النهارده. ماشي، نكمل بس افطارنا ونقوم على طول. عندكم ايه؟ معاد يعني معاد. طب ما تقول معاد. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. انا منى وهي هناء، طلبه في الفرقه الاولى، وكنا عاوزين حضرتك تساعدنا في اننا ناخد دورات خارج الكليه. زمايلنا قالوا لنا ممكن حضرتك تساعدنا في ده. اه طبعا، اتفضلوا الاول اسمعوا. شكرا. تشربوا ايه الاول؟ لا مرسي، مش عايزين حاجه. معلش، انت قلتي لي اسمك ايه؟ اسمي هناء. هي سحر مشيت؟
أعتقد يمكن مشهاب كانت بتقول إنها لمت شنطتها ومشيت. غريبة، مع إنها لسه راجعة من عند أهلها وقالت إنها هتقعد الترم كله عشان المحاضرات بتاعتها وزيارة الأماكن الأثرية والبحث اللي بتعمله. إيه المعلومات دي كلها؟ ده انتوا صحاب بقى وبتحكوا مع بعض. تعالي هنا، انت رايحة فين؟ رايحة للكوافير وعندي شوية حاجات ناقصاني هشتريها. شيرين، اللي بتعمليه هنا ده غلط، وقلتلك الكلام ده 100 مرة. خلصتي؟ لو كنت كملت اللي انت عملته ما كانتش بنتك وصلت لكده. بنتك بقت شيطانه، بحاول اصلح ما بقتش قادره عليها. لكن هقول لك ايه، منك لله يا دليل، منك لله. عبد السلام يا ب 60 ما ينفعش ب 50 55 عشان ايه يا بنتي بتعملي ايه ده؟ والنبي سيبونا من خدتك. انا مش هسيبك يا حراميه يا حيوانه الله في الاس. ايه ده؟ خلاص خلاص يا مدام، خلاص يا حبيبتي سيبيها، شكلها غلبانه في دي. وانت مالك انت؟ الله جريئه وليا مالك، ده انت شكلك شيخة منصر حتى. خلاص ست وديها الاسم، انت مالك انت؟ ده انت جاي تطبل للمزه بقى. اوعي تعالي يا بنتي عليا النعمه، اللي هيقرب منها الله يشرحها. اجري بس، شكلكوا شويه حراميه. دي حاجه يا يا المهم بس نلاقي الاستاذ علي مراد المخرج اللي قال لنا عليه الريجي.
وورينا صورته على الفيسبوك. ثواني كده بس حاسس ان انا ثواني مش عارف حاسس ان انا كل المشهد اللي حفظته راح من دماغي. ايوه يا استاذه انتوا مين عايزين مين؟ احنا جايين من طرف استاذ ابراهيم الريجي عشان نقابل المخرج الاستاذ علي مراد. اه تمام استاذ علي اتفضلوا معانا. استاذ علي الاستاذ دومت الاثنين دومت جايين من طرف الاستاذ ابراهيم الريجي. اهلا وسهلا انت اسمك ايه؟ انا اسمي مروان ريحان. وانت؟ وانا عمرو سرحان. سلته قبل كده شاركته في اي اعمال؟ يعني استاذ علي حاجات كده صغيره كده في مسرح الجامعه ويعني حاجات كده على قدنا يعني بس احنا من نفسنا من زمان نشتغل مع حضرتك. طيب استاذ احمد روحوا مع المكتب تمام. وانا هحصلكوا بعد شويه. خلاص اوكي شكرا شكرا فندم. اتفضلوا معانا. اسمك ايه؟ صفا. طب خلي بالك بقى بعد كده يا صفا قولي لي انت شغاله مع حد؟ لا والله دي اول مره في حياتي. طب وليه عملتي كده؟ بابا في السجن وماما ماتت وجيران كانوا بيساعدونا وبطل واخويا حماده كان شغال في الاشاره والعيال كسروا له رجله وايده وانا بحاول اساعد اخواتي. طب تعالي تعالي اقعدي جنبي. انت من النهارده هتكوني اختي وحبيبتي وهتفضلي معايا طول العمر، ايه رايك؟ انت كنت هايل يا مارو النهارده. والله انت احلام. بس عارف احنا محتاجين فرصه. فرصه ايه؟ عايزه مسلسل او فيلم يكون حلو ويكون المخرج بتاعه حد اسمه يكون معروف. بص يا مارو احنا بنتعب وبنعمل اللي علينا وواثق ان ربنا هيكرمنا قوي. يا رب يا رب يا عم يا رب. واو ايه الحاجات الحلوه دي؟ بس يا عم ساكنين جوه طبعا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انتوا رايحين فين؟ وانت مالك احنا رايحين فين؟ يعني ايه يا مالها؟ ده بيت طالبات وانتوا ماشيين ورانا تعكسونا وكمان داخلين ورانا. ايوه احنا ضرناكم في حاجه يعني؟ يا مال عايزين تضرونا؟ يا استاذ سعيد يا استاذ سعيد كبرت الموضوع ليه كده؟ كلمت يا مروان استاذ سعيد. ايه ده؟ ضابط سعيد يا نشا يا اخي مش وقته. بص شوف الشابين دول ماشيين ورانا بيعكسونا ودخلوا ورانا الدار. الاثنين دول؟ أه؟ لا الاثنين دول تبعنا. يعني ايه تبعك؟ احنا مش بنعاكسكم ولا اي حاجه خالص. انا على فكره انا اسمي مروان وابن عم ريحان الجناين اللي هنا. ايوه يعني بتباتوا فين بالظبط؟ مقيمين فين؟ سيادتك مقيمين هنا في الجنينه عشان نحميكم من الاشرار. مبسوطه كده؟ مقيمين تحت اشرافي الامني. احنا بجد اسفين جدا. سوري والله احنا ما كناش نعرف. عموما انا هناء ودي صاحبتي منى واحنا الاثنين طلاب في كليه اعلام. اهلا بكم. ايه كليه اعلام؟ والله فرصة سعيدة جدا. نعم. على فكرة احنا ممثلين والله يعني جداد. ان شاء الله نبقى نجوم كبار في يوم من الايام. ان شاء الله. لسه جاي من مكتب كاستنج دلوقتي. تحبوا تمثلوا؟ بصوا والله وانا نفسي اكون مذيعة بس عادي انت ممكن تسأل لو هم عايزين مساعدين اخراج انا ممكن اجي اتعلم وادخل اللوكيشن بقى واشوف الدنيا. انت تشرفي الدنيا كلها. ويا ترى بقى سندريلا حابة تكون ايه؟ بصراحة يعني انا نفسي اكون ممثلة. هتليقي قوي بجد. ينفعي في دور خالة البطل؟ ايه مروان دور حزين اقصد يعني. غير كده هتبقي فل ان شاء الله. ظريف قوي على فكره. انا بكره ابقى نكبه مصر الاولى. يلا يا هناء. انا ممكن ابقى ملك الكبده. هروح اضرب لي 4 سندوتشات كبده وسجق. خلوا بالكم المكان. هات لنا معاك. ها يا عم مارو رحت فين؟ بقولك ايه؟ تعالى اما اعمل لك فنجان قهوه يظبط دماغك. يلا يا مارو يلا. عم ريحان اهلا وسهلا استهاني. اقفل المايه ورا. انا شفت ولادك الصبح وهم بيساعدوك في الشغل. حبيت بس اقول لك ان انا ما عنديش مشكله انهم يقعدوا معاك لو انت عايز بس على شرط يبقى حدودهم الجنينه. فهمني طبعا.
فاهم يعني ما تقلقيش حضرتك، هم كل حكايه يومين ثلاثه يعطروا بس في سكن جنب شغلهم وهيمشوا. وحتى لو هيقعدوا ما عنديش مشكله، بس تنبه عليهم. حاضر. في حاجه كمان. اموري. بقول لك ايه، انا مش عايزه الزرعه دي هنا، ولع فيها وحط عليها جاز. عليها جاز ايه بس يا ست هاني؟ ده انا اول مره شجره ترعرع عندي نهوت، وده ما بيحصلش كتير. عايزك تخلعها وتحط عليها جاز وتولع فيها. يا هانم خساره. انت بتتكلم كتير ليه؟ بقول لك اخلعها وحط عليها جاز وولع فيها، احرقها. حاضر حاضر. فهم؟ حاضر يا هانم، حاضر حاضر حاضر. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا لا يا نهار وحش، لا بكى ولا مرة مرة حقيقي. أنا مش قلت لك تعالي ورايا؟ أنت إيه؟ ما بتفهميش؟ يا مدام فريدة، أنا لسه بعمل الأكل. لو الأنسة شيرين جت وطلبت غداها وما لقيتوش جاهز هتعمل لي مشكلة. يا سلام، يعني ما فيش حاجة في الدنيا غير شيرين وبس؟ أنت إيه؟ كبرت وخرفتي؟ الله يسامحك. في إيه؟ في إيه؟ عاملة مشكلة ليه مع أم شهاب؟ الظاهر انها اتركنت على الرف، ما بقاليش لازمه. لا لا لا، مين قال كده؟ ده انت ست الكل. برافو، كويس انك انت فاكره ان انا لسه ست الكل. بس انا هبقى ست الكل لما ارجع كل اللي اديته بغبائي ليكي. هي بتتكلم عن ايه؟ دوري على حاجة؟ انت جبت الصورة دي منين؟ أنا حاسة إن أنا شفت الصورة دي قبل كده. نوال، مفيش منها غير واحدة معايا أنا بس. طب خلي بالك بقى على نفسك من الصورة دي.